السلام عليكم، سعيدين اليوم تواجدكم معنا، حيث اليوم استضفنا اليوم الجلسة الإعلامية للإعلان عن آخر مستجدات الأعمال الإنشائية لحزم المرحلة الثانية من مشروع شبكة السكك الحديدية الوطنية الإماراتية، وذلك في أعقاب اجتماع مجلس إدارة الشركة الذي عقد برئاسة سمو الشيخ ضياء بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبو ظبي رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد القطارات، والذي طلع فيه على مستجدات المشروع والإنجازات الرئيسية التي حققناها خلال الربع الثالث من العام الجاري. وأعلننا اليوم عن استكمال الأعمال الإنشائية للحزمة ألف من المرحلة الثانية من المشروع، والتي تمتد على مسافة 139 كيلومتر وتربط بين الغويفات على حدود المملكة العربية السعودية الشقيقة. المرحلة الأولى من المشروع والتي تمتد على مسافة 264 كيلومتر من حبشان إلى الرويس، والأمر الذي يعد خطوة هامة تقرب الشركة أكثر فأكثر من إنجاز المشروع وفق جدول الزمني المعتمد. كما سعدنا اليوم الإعلان عن أن شركة اتحاد القطارات حققت حجز 40% من سعة النقل السنوية للشبكة، والتي ستصل عند استكمال الشبكة المرحلة الثانية وعند استكمال المرحلة الثانية من المشروع إلى 60 مليون طن من البضائع سنويا، وذلك خلال الاتفاقيات التجارية التي أبرمتها الشركة مع نخبة من الشركات المستفيدة من خدمات النقل السكك الحديدية.